بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين مع بعضنا ان شاء الله في حديث تسليح الخوازيق. اتكلمنا عن اول نوع اللي هي الخوازيق العاملة، ودي نوع من انواع الاساسات. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مكونات تقفيصة الخازوق، وقلنا بيتكون من طوق داخلي، وعرفنا ازاي نحسب قطره، وبيتكون من حديد رأسي. دلوقتي الحديد الرأسي بيبقى فوقيه كانة حلزونية او سبايرال، عبارة عن كانة ملفوفة حلزونية على شكل سوستة بتلف التقفيصة بيها، زي ما حضرتك شايف كده بيتم لف التقفيصة بيها. الكانة الحلزونية تكون خارج الحديد الرأسي طبعا، وتكون من حديد 8 او حديد 10 زي اللي حضراتكم قدامكم في الصورة دي. ده حديد 10، ويتم تكرار الكنة الحلزونية اللي هي الخطوة او البيتش كل 10 سنتي او 15 سنتي او 20 سنتي حسب احتياج التصميم، وزي ما جايلك في اللوحات بتاع التصميم اللي جايلك تلتزم بيها في التنفيذ. البيتش او الخطوة دي اللي هي المسافة بين الكانة والكانة، هي مش كانة منفصلة، هي كانة حلزونية. يعني السيخ بيتم لفه كده اهو، بيلف كده حوالين نفسه، يعني حوالين الخازوق، مش بتعمل دايرة، مش بيبقى دواير. يعني المسافة بين السيخ والسيخ اهو، المسافة دي اسمها البيتش او الخطوة. دي بتبقى 10 سنتي او 15 سنتي او 20 سنتي، والمينيمم بتاعها بتبقى ايه؟ 8 سنتي طبقا للتصميم. دي الكانة الحلزونية. كده احنا اتكلمنا عن الطوق والحديد الرئيسي والكانة الحلزونية. تعال نشوف بقى بعض الملاحظات على حديد الخوازيق. يراعى ان يكون نهاية التقفيصة من اسفل مدببة بالشكل ده اللي قلته لحضراتكم الدور اللي فات في الحلقة اللي فاتت، لتسهيل علينا عملية غرس التقفيصة في المونة، وايضا تعمل هذه التدبيبة في التقفيص كسن ارتجاز، وذلك كما بالصورة، ولا لا اي لازمة، هي الحاجة الوحيدة عشان تعرف تدخلها جوه الخرسانة اللي هو زي ما حضرتك شايف كده. السن من تحت، شوف حضرتك شايف عامل ازاي، بيجيب حديد التسليح يخليه حديد التسليح الرئيسي طبعا يخليه بالشكل ده اهو. دي كانت المعلومة اللي كنت عايز اقول لكم عليها. الصورة دي من الكود. يجب ان تمتد اسياخ صلب تسليح الخوازيق داخل هامات الخوازيق. هامة الخوازيق اللي هي القاعدة اللي بتبقى فوق الخازوق، انت عندك بيبقى خازوق وبيبقى الهامة فوقيها او القاعدة المسلحة فوقيه، وبعدين بيبقى فوقيه العمود اللي هيشيل السقف، او عدة العمدان اللي هتشيل السقف. يبقى يجب ان تمتد اسياخ صلب تسليح الخوازيق داخل هامات الخوازيق لمسافة لا تقل عن طول التماسك للاسياخ المقاومة للشد من سطح اتصال الخازوق بالهامة. يعني المفروض الحديد الرأسي يخش جوه القاعدة اللي فوق الخازوق 60 الفاي على الاقل. تعال نشوف كده صورة. المفروض المسافة من اول هنا كده لحد فوق ما تقلش عن 60 الفاي. تعالوا نشوف صورة كده، صورة مش موجودة اهي. المفروض دي القاعدة او الهامة اهي، معلش البرنامج فتح بس غصب عني. زي ما حضرتك شايف اهو، اللي بالاصفر دي القواعد المسلحة العادية قصدي، واللي فوق دي اللي هي القاعدة المسلحة او هامة الخوازيق او القاعدة بتاع الخازوق. المفروض المسافة من اول هنا كده
لحد الاخر ما تقلش عن 60 الفاي، ما تقلش عن 60 الفاي. تقيس المسافة من اول هنا لحد هنا، لو قلت عن 60 الفاي تعمل ايه؟ تقوم تخلي شكل الحديد زي زهرة اللوتس كده، بحيث ان هو يديك الستين الفاي. طبعا هو كده المسافة دي قليلة، بس لما تيجي بميل المسافة دي بتكبر معاك. فيه ناس بتعمل الشكل ده حتى لو كانت المسافة دي بتساوي الستين الفاي، يعني الناس بتعملها في كل الأحوال. المسافة دي سواء الستين الفاي أو أكبر أو أقل من الستين الفاي المسافة دي، فبتعمل كده برضو. السواء في الأساس يقول لك إن هي بتزود التماسك، ودي أنا معاهم فيها ما فيهاش أي مشاكل، بس هو في الأساس إنك بتقيس المسافة دي يعني ارتفاع القاعدة المسلحة، وتنقص منها طبعا الكفر 5. لو لقيت ارتفاع القاعدة ناقص 5 بيساوي 60 الفاي، فمش مشكلة تعملها كده. لو لقيته أقل من 60 الفاي طبعا بيساوي 60 الفاي او اكبر، فبتعملها كده. لو لقيته اقل من 60 الفاي، لا لازم انت تخلي الحديد يربط القاعده ب 60 الفاي، فبتعمل بالشكل ده، تعمل حديد بالشكل ده. تعالوا نكمل كده مع بعضينا. لو انت عندك مثلا التقفيصه مثلا طولها 16 متر، 16 متر، وعندك طبعا البقار بتاع السيخ، البقار اللي هو سيخ اخره 12 متر، فبتعمل ايه؟ طبعا بتوصل السيخ ببعضها، يبقى انت عايز سيخ 12 وسيخ 4، فبتوصلهم مع بعض ازاي؟ اول حاجة الوصلات دي اسمها كابلر، كابلر وصلات ميكانيكية. الكابلر ده بيدخل فيه السيخ من هنا والسيخ من هنا، غالبا الكابلر ده بيستخدم لحديد ال 22 او اكتر من كده، ده اسمه كابلر، ده نوع من انواع الاسياخ، او تلحم الاسياخ مع بعضها مع مراعاة الكود اللي هو بيقول لك 1.3 × 10 في 60 الفاي. يبقى انت عندك السيخ ال 12 ما عندكش فيه مشكلة، السيخ التاني هيبقى 4 متر زائد 1.3 × 10 في 60 الفاي. يبقى نوع الوصلات دي اسمه الوصلات دي وصلات كابلر. بيتم تربط الاسياخ العمق اللي قطره كبير شويه. تعال نشوف نوع من الوصلات التانية، دي بدل اللحام، ده اسمه قفل. بيتم مسك الحديد بيه، وده كويس جدا. تعال نكمل ملحوظه تانية. يجب زيادة كانات الخازوق في المناطق التالية. أول واحدة، أول منطقة، في منطقة اتصال الخازوق بالهام، منطقة اتصال الخازوق بالهام، ولمسافة داخل الخازوق تساوي 5 أمثال قطر الخازوق، بشرط ألا تقل هذه المسافة عن 2 متر مقاسة من السطح السفلي للخازوق. يعني تعال نشوف كده، هو بيقول لك الكود، يعني بيقول لك انت طبعا بتحط كانات حلزونية عادية خالص، بس لازم انت تكثف الكانات في المناطق دي. تكثف الكانات ازاي؟ يعني تقلل البيتش، يعني تقلل الخطوة بين الكانات. تعال نشوف صورة كده، شايف حضرتك المسافة دي؟ المفروض في المناطق اللي هقول لحضرتك عليها دي المسافة دي تقل، يعني معناها ان انت بتزود الكانات. المفروض المناطق دي فين؟ اول حاجة المنطقة اتصال الخازوق بالهامة كده، المنطقة دي يعني منطقة داخل الاواعي، منطقة داخل الاواعي. حتى لو كنت هتعمل الاسياخ الرأسية بالشكل ده، يبقى برضو لازم كان السبايرال تلف حواليها، حوالين الاسياخ بالشكل ده، او 5 أمثال قطر الخازوق. يعني مثلا لو عنده قطر خازوق نص متر، يبقى نص متر في 5 بكام؟ ب2.5. تقيس من هنا كده، من هنا كده، من الهامة من تحت، من المسلحة طبعا، لحد تحت 2.5 متر، وتكثف الخوازيق في المنطقة دي، بحيث ان المسافة دي ما تقلش عن 2 متر. يعني لو قلت حسبت قطر الخازوق وضربته في 5، لقيته مثلا 1.8، لا تاخد 2 متر وتكثف فيها الخوازيق. يبقى رقم 1 في منطقة اتصال الخازوق بالهامة، تبدأ تكثف الحديد جواها عشان يعمل كونكشن كويس مع الهامة. رقم 2،
على مسافة تساوي 5 أمثال قطر الخازوق من أسفل الهامة، من أسفل الهامة، بحيث إن المسافة دي ما تقلش عن 2 متر. في حاجة تانية في المناطق اللي المفروض فيها فريكشن عالي أو قوة احتكاك عالية، أهي في المناطق التي يقل أو لا تتمكن التربة فيها من توفير ارتكاز جانبي للخازوق، وفي مناطق الاختلافات الجذرية في خصائص الطرق. يعني دي بتبقى في الخازوق اللي هو في نوعين من الخوازيق كاستاتيكال سيستم، في خوازيق بيرنج وفي خوازيق فراكشن. الخازوق البيرنج بيبقى عبارة عن خازوق فكرته ان هو الحمل الرأسي بينقله للتربة الاسفل منه. يعني لو عندي هنا كده مثلا تربة اهي، التربة دي اللي هو الخط الابيض اللي قدام حضراتكم ده، الخازوق بينقل الحمل الرأسي يوصله للتربة الصالحة دي. في نوع تاني اللي هو بينقل الحمل الرأسي يوزعه بحيث لأحمال جانبية، الخازوق ده بيحتك بالتربة اللي حواليه، التربة دي والتربة دي، فيقدر يشيل الأحمال اللي حواليه. هو بقى في البند ده بيتكلم عن الخازوق ده، بيقول لك في الخازوق ده لازم تزود كنات في المناطق اللي فيها ارتكاز جانبي، وده طبعا دي مهمة استشاري التربة، هو اللي بيعرفنا الأماكن دي، ودي بتبقى توصيات منه هو إن احنا نزود كنات في المناطق دي. في المناطق التي يقل أو لا تتمكن التربة فيها من توفير ارتكاز جانبي للخازوق، وفي مناطق الاختلافات الجذرية وخصائص التربة، لا تقل النسبة ولا تقل النسبة الحجمية للكائنات الحلزونية عما جاء في بند. دي موجودة لوحديها، والبند ده موجود تبع الأعمدة، مش مشكلة أنا بتكلم عليه بعد كده. الصورة زي ما ورطها لحضرتك اهي، تكثيف الكائنات يكون في منطقة الهامة، وخمس أمثال قطر الخازوق، تضرب 5 في قطر الخازوق وتنزل بيها تكثف الكائنات بالشكل ده، بحيث إن المسافة ما تقلش، المسافة دي ما تقلش عن 2 متر. دي حاجات الكفر او الخلوص اللي بيحطوها عشان تعمل كفر، عشان التقفيصة تاخد وضعها السليم اثناء انزالها في الخرسانة. طبقة الحماية الجانبية للخرزية لا تقل عن 5 سم لحمايتها من التآكل والصدأ تحت تأثير الاملاح الموجودة في التربة او الذئبة في المياه الجوفية. ده زي الخلوص كده او الكفر، بيبقى عبارة عن بسكوت مخصص بالشكل ده، بيبقى من الخرسانة او من الاسمنت، بيتم تصنيعه في الموقع خصيصا للخوازيق بالشكل ده. طبعا انت جهزت الخازوق، التقفيصة المفروض قبل ما بتبدأ صب التقفيصة كلها بتبقى جاهزة، والاستشاري مستلمها كويس. بيبدأ لو هتصب مثلا بالسي اف ايه، المكنة بتنزل بتحفر وهي طالعة، البرمة بتحفر وهي البرمة طالعة، بتصب وبعدين بعد ما بتصب بتدخل انت الخازوق سريعا، بتوقفه بالشكل ده، بتنزل القفص في الخرسانة بالشكل ده اهو زي ما قلت لحضرتك. اهو ده العمال بينزلوا القفص، بينزلوا القفص في الخرسانة. تعالوا بقى نتكلم عن حاجة، انت دلوقتي نزلت القفص في الخرسانة وبقى بالشكل ده عندك اهو، انت كده عملت خلاص الخازوق بتاعك بالشكل ده اهو، وبتنزل التقفيصة او القفص بتاع الحديد بتاعك لاخره لحد ما يجيب سطح الارض من فوق اهو بالشكل ده. وبعدين بتحفر جزء من الترب عشان تبين الخازوق بالشكل ده. الجزء اللي هتحفره بيساوي ايه؟ اللي هو منسوب بطنية الخرسانة العادية. ليه؟ لان هنا كده هيبقى فيه الخرسانة العادية بتاعت، فبتجيب انت عندك منسوب التأسيس بتاعك اللي هو منسوب بطنية الخرسانة العادية، اللي هو منسوب القواعد العادية، منسوب القواعد العادية، بتجيبها وبتبدأ تجيب المنسوب ده وتبدأ باللودر ومعاك الميزان، تبدأ تحفر لحد ما توصل للمنسوب ده،
لحد ما توصل للمنسوب ده. وصلت للمنسوب ده اتأكد طبعا بتساوي الارض تمام وبتدكها بعد كده، اتأكد ان الطول اللي فاضل من الخازوق يساوي 60 قطر الخازوق. الطول اللي فاضل من الخازوق يساوي 60 قطر الخازوق. تعال نشوف الصورة كده من الموقع اهي. اهي زي ما حضرتك شايف كده، الاول احنا صبنا الخوازيق، الخوازيق كان منسوب الارض لحد هنا كده، منسوب الارض لحد هنا كده، وبعدين حفرنا بحيث ان منسوب الارض تحت يكون بيساوي منسوب تأسيس الخرسانة العادية او بطنية الخرسانة العادية زي ما حضرتك شايف اهو. يعني الاول التراب ده كله ده كان لحد الخازوق من فوق تمام، وبعد كده بتحفر عشان تبين راس الخازوق ده، تتأكد ان راس الخازوق اللي طالعة دي بيساوي 60 الفاي. بعد كده بتعمل ايه؟ تعال نكمل مع بعضينا. بعد كده بتكسر راس الخازوق دي ما عدا مسافة معينة. المسافة دي بتساوي ايه؟ المسافة دي بتساوي سمك الخرسانة العادية زائد 7 سنتي. سمك الخرسانة العادية زائد 7 سنتي اللي هي منسوب بطنية الخرسانة المسلحة او القواعد المسلحة زائد 7 سنتي، وفي ناس بتعملها 10 سنتي بس الافضل 7 سنتي عشان تبقى كفر يعني. فبتعلم على الخوازيق من تحت بمسافة 7 سنتي، او لو معاك جهاز ميزان تجيب منسوب القواعد المسلحة وتزود عليها 7 سنتي، وتبدأ تتعلم على الخوازيق وتبدأ تكسر الجزء ده كله ده. طيب بتسيب الجزء ده ليه؟ هو الكود بيقول لك اهو زي ما حضرتك شايف اهو، الكود بيقول لك لازما الخازوق خرسانته تبقى داخلة في خرسانة القواعد المسلحة 7 سنتي على الأقل. يبقى لازما خرسانة الخازوق اهي اللي هي المسافة دي زي ما انتوا شايفين كده، تبقى داخله في خرسانه القواعد المسلحه او الهامه المسلحه 7 سنتي على الاقل عشان تعرف تنقل حمل القواعد المسلحه للخوازيق. يبقى انت بتجيب منسوب اهو، منسوب القواعد المسلحه او وش الخرسانه العاديه، وده طبعا موجود عندك في اللوح سهل جدا تجيبه، وبعطيك منسوب الارض الطبيعيه ومنسوب التاسيس، بتزود انت يا دوبك عليه بس سمك الخرسانه العاديه، يديك منسوب الخرسانة المسلحة، تقوم تزود عليه 7 سنتي، وبالميزان تعلم على كل الخوازيق اللي موجودة في الموقع، وتقول للنحاتين كسروا لي لحد العلامة دي من فوق. وبعد ما عملت كده تقوم تصب الخرسانة العادية حواليها، وبعدين تصب الخرسانة المسلحة. طيب ولو المسافة دي سمك الخرسانة المسلح اقل من 60 الفاي، فبتعمل الحدادة زي زهرة اللوتس كده بالشكل ده عشان تزود الترابط، عشان انت لو سبتها كده بال60 الفاي السياخ هتبقى طالعة فوق بالشكل ده. بس انت عندك منسوب معين للقواعد المسلحة، فبتضطر انك تجيبها على جنب عشان تحقق طول الربع. طيب في سؤال بيتبادر لذهن اي حد فيكم، طب انا ليه عملت كده اصلا؟ ليه صبيت الخازوق لحد الارض وبعدين حفرت وكسرت؟ طب ما انا كنت ممكن اصب الخازوق لحد الارض الطبيعية كده عادي، وبعدين اسيب الاشير لحد الارض اللي انا عايز يعني احفر الارض كلها الاول، وبعدين اصب الخازوق واسيب منه الاشير. تعال تخيل معايا حضرتك كده، تعال نشوف صورة. تخيل ان ده وضع احنا بنصب خازوق خازوق، انت صبت الخوازيق ده وسبت الاشياء، وصبت الخوازيق ده وسبت الاشياء، وصبت الخوازيق ده وسبت الاشياء. المكنة نفسها، المكنة اللي هي بتصب الخوازيق، مش هتعرف تتحرك في الموقع من الاشاير. احنا ما بنصبش الخوازيق بالترتيب كده جنب بعض، لا، انت بتصب خازوق وبتسيب خازوقين او خازوق وبتصب اللي بعديها عشان الارض ما تدمرش من تحتك. فده هيكون صعب جدا، وانا بتحرك بمكنة السي اف اي طبعا، مكنة ضخمة وعملاقة،
ان انا اتحرك بيها وفي قشاير طالعه لي في الارض، لازم الارض كلها تكون ملساء بحيث ان الخازوق اللي اصبه يكون مختفي تماما في الارض، وبعد كده احفر واكسر. ما عنديش اي مشاكل في كده، دي مشكلة تنفيذية والتغلب عليها بتبقى بالطريقة دي، لان انت لو صبيت الخوازيق بالطريقة اللي في دماغك ان انت تصب وتسيب قشاير طالعة، المكنة عملاقة مش هتعرف تتحرك في الموقع، ويا القشاير طالعة كده مش هتعرف تخش هنا تخش هنا تجيب الخازوق ده تجيب الخازوق ده، لا. فانت بتخفي الخوازيق كلها في الارض، وبعد كده بتحفر، بنخفي الخوازيق كلها في الارض اهي، وبعد كده بنحفر ونكسر ونطلع طول الاشارة بتاعتك زي ما شرحتها لحضراتكم. دي صورة اهي، هو هما صبوا الخرسانة العادية خلاص اهي، وكده المفروض يصبوا الخرسانة المسلحة او اللبشة المسلحة. دي خوازيق السمن الغار زي ما حضراتكم شايفينها اهي. تعالوا نكمل مع بعضينا زي ما حضرتك شايف اهو. شايف انت السمك ده بيساوي ايه؟ السمك ده بيساوي سمك الخرسانة العادية وليكن مثلا 15 سنتي 20 سنتي زائد ال7 سنتي اللي المفروض اسيبهم يخشوا في الهامة او في القاعدة المسلحة عشان تعمل ارتكاز للقاعدة على الخازوق. وطبعا المسافة دي المفروض تكون طول تكون طرف رباط 60 الفاي، والمفروض ان في كنة حلزونية فوق على الخوازيق من هنا. تمام. تعالوا نكمل مع بعضينا اهي. دي الخوازيق طالعة زي ما حضرتك شايف اهي، ودي الهامة اللي المفروض اللي موجود دلوقتي رقة واحدة للهامة، المفروض في رقة فوقانية هتكمل لما يكمل الخوازيق بتاعت لما يكمل الكنات بتاعت الخوازيق، يكمل الكنات بتاعت الخوازيق وبعد كده يحط الكراسي بتاعته ويعمل الرقة التانية للهامة. ده بمنتهى البساطة الخوازيق اهي. تعال نشوف تاني، دي هامة كبيرة برضو، دي الخوازيق. عمل الزياقة الطولية بالشكل ده لزيادة الترابط. انت ملاحظ عندي ان في كانت حلزونية موجودة، والرقة التانية بتاعت الهامة اهي. تسليح الهامة، الاول الهامة ممكن يبقى شكلها اي شكل زي ما حضرتك شايف كده. الهامة دي اهي او القاعدة دي بتشيل شايلها شايل شايلها 4 خوازيق، ادي 1 2 3 4 5، 5 خوازيق، والهامة دي شايلها 3 خوازيق، ومن فوق الهامة عمود بيبقى شكلها يعني شكل الهامة ممكن يبقى مستطيل زي الشكل ده كده، ممكن يبقى مربع كبير او مستطيل زي الشكل ده كده، في كذا خازوق وشايل 3 عمدان وقور، او ممكن يبقى بالشكل الغير منتظم اللي حضرتك شايفه ده، ايا كان على حسب الرسم ما هتجيلك. تسليح الهامة بقى بيبقى عبارة عن تسليح رقة سفلية ورقة علوية، عادي جدا مفيش اي مشاكل، رقة سفلية ورقة علوية عادي خالص زي اللي في الصورة اللي قدام حضرتك اهو. رقة علوية رقة سفلية اهو، فرش وغطا، والرقة العلوية في ناس بتعمل رجل للرقة السفلية ورجل للرجل ورجل للرقة السفلية، وفي ناس بتعكس زي ما شايفين في الصورة الرجل السفلية ما فيهاش رجل، الرقة السفلية ما فيهاش رجل والرقة العلوية هي اللي فيها. ده جدول الأواعد والهامات، هامة 1 هامة 2 هامة 3. بالنسبة للأبعاد الخرسانية بيقول لك انظر الرسم عشان حضرتك شايف الرسم شكله عامل ايه اهي، شكلها مختلف، مش شكل منتظم كمستطيل او مربع، والشكل المنتظم اللي هو هي 4 بيقول لك ان هو شكل منتظم اهو، الارتفاع كل 1 متر، والتسليح بتاعها بيقول لك اهو التسليح القصير السفلي طبعا 7 16 و7 16، يبقى 7 16 فرش وغطا، والتسليح العلوي 6 16 و6 16 فرش وغطا. ده بيبقى جدول القواعد المسلحة او الهامات، ده بنلتزم بيه في تسليح الهامة. تعال نشوف حاجة تانية كده اهي، زي ما حضرتك شايف الخوازيق اهي،
الخازوق تلاحظ ان هو داخل معدي الخرسانة العادية اللي تحت، وداخل في الخرسانة المسلحة بمسافة 10 سنتي او 7 سنتي على الاقل، وفيه كنايت في الخازوق مكملة معايا، وتسليح الهامة عادي خالص اهو، عبارة عن رقتين، رقة علوية ورقة سفلية. تعالوا نشوف برضو صورة شفناها قبل كده اهي، ادي الرقة السفلية اهي، عملها برجل اهي كده زيها زي تسليح اي قاعدة. دي الرئة السفلية، والرئة العلوية بيحطها بعد ما يحط الكنات الحلزونية. تعال نشوف الصورة التانية اهي، هنا عمل الرئة العلوية برجل والرئة السفلية ما عملهاش برجل، ايا كان على حسب ما بيجيلك في الرسمة، غالبا بتبقى الرئة السفلية هي اللي برجل. كده اتكلمنا عن الخوازيق، اتكلمنا عن الحدادة بتاعتها، اتكلمنا بفضل الله عن تسليح الهامة. ان شاء الله المحاضرة الجاية نتكلم عن الخوازيق صند الجار، مش هنطول فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.